حياك الله يا فقيه. سيد ستسدو منافسك. سيد سيد على نفسك، سيد على نفسك. ما لكم اليوم يا عزيزي مضابحين وما لكم مضابحين ولا جيناكم في وقت غلط. ما هو؟ أين العشاء؟ العشاء عادوا ما قد أذن المغرب. ها سابر هو غرنا أمس قلت أبصرتكم متضايقين من الجلسة، قلت أو واحد يضايقكم. ها أنا ما أناش متضايق ولا شيء. وقلت أزوركم اليوم من البيت لحالكم. أهلا وسهلا. التقلب في كل كلمة تقولوها ما يجوز لكم. ما قلنا ما قلنا. لو أمس بنكلمك على ولايكم تتقارحوا. ولاية إيش معنى ولاية؟ أنك توالي ابن رسول الله. يعني؟ فالمشرب فالمأكل فالعلم. يعني يعني؟ يعني كنت طايع. يعني؟ يعني إن إحنا. باختصار من آخرها من آخرها. إن إحنا نحكمكم وإحنا الحاكمين عليكم. يعني؟ ما بيش لكم حكمة يلي مني. يعني؟ بس. إن إحنا ما نحكمش. أبد. وهذه بلادنا. وما نحكم هاش حنا. ايوه ما يجوز. يعني انتوا اللي تحكموا انتوا. ما يجوز. هذا بلادي ما يجوز شيء حديث شيء آية يقول هكذا ما يجوز ان اليمني يحكم اليمن ولا المصري يحكم المصر ولا السعودي يحكم السعودية ولا ايش فيك؟ جنان. ما لكم يا عزيزي. كل واحد يحكم بلده. الرسول عندما جاء ما قال شيء هكذا. الولاية. ولاية ايش؟ لا كنت ترفع صوتك. اليمنيين هذا حقي بلادي. بلادي وانا ذي احكم هنا وانت اللي يحكم بيت جدك وبيت ابوك عند جدك. وانا هذا بلادي حقي. أنا ذي شحكم أنا في بلادي أنا. إحنا هاشم. إحنا من 20,000 سنة من 10,000 سنة وإحنا نحكم البلاد هذا وحضارتنا على العالم كله يعرفوها. حقي بلادي والله ما عاد جيت تحكمني أنت وهي بلدي لو ما عاد به لا شنب ولا دق. بلادي ومن قال حقي غلب حقي. حقي شحكم حقي أنا. حقي بلادي. بلادي وحقي ومن قال حقي غلب.